Buena. هون. برافو. ايه شو في؟ شو بك كمان؟ شو صار؟ انتوا عم تركضوني وانا الي سنة بشريك روحت بشريك اول. فكشتيها؟ اي. اونس؟ منيحة منيحة. مالي شو هيك صغيرة ما في شيء ما في شيء. صباح؟ اوكي اوكي اذن يلا 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 تعال كفى. يلا تعال كفى يلا. يلا يلا. يلا يلا مام تعال كفى. أمير خليك مع الماما أنا جاي. أوكي يلا ماما لا سبع أشهر يلا. أوكي يلا فنحن هون. سوريا سوريا في شنطك. سوريا هل عنا فارس ما تلحقني. الموضوع صار بسرعة ما قدرت أحكيكي. ما قدرت تحكيني أو ما كان بدك تحكيني. ما كان بدي أنزعلك نهارك. تنزعلي إلي نهاري فارس أو تنزع نهارك. شفت اللي بدي اشوفه على كل حال. شو شفتي صحيح؟ شو شفتي؟ هل عني ما زال فيي، رجع لعندهم. شو عم تتخيلي انت؟ انا شو عم بتخيل؟ شو عم بتخيل فارس؟ شفت بعيوني. اعترف بقى اعترف. اول ما صار في عي ما صار بدك ترجع على حياتها لرنا؟ كون صريح مع حالك قبل ما تكون صريح معي. قول شي تفضل قول شي عم بسمع. شو قصدك؟ غرت؟ ايه غرت سوريا؟ انا غرت! ولا اعطيته شيء لهالصبي، 10 سنين، ولا شيء! ولا مرة نام وعي مع امه وبيه! ولا مرة قدر يقعد على زيت الطاولة مع امه وبيه! ولا مرة احتفل بعيد مع عائلته! 10 سنين! ايه؟ غرت سوريا لأنه ما قدرت خلي رنا توثق فيي. كرمال هيك أخذت ابني وفلت. شو هي بس مذنبة؟ أمي بس مذنبة؟ أنا مني مذنب؟ ما كان فيي أوقف بوجه أمي؟ هي بس اللي نزعت حياة ابني؟ أنا كمان نزعت له حياته. معك حق سوريا ما كنت صريح معك لأنه بخاف زعلك. ما كان بدي زعلك اليوم. ما كان فيي زعلك انت واهتم بامير. 10 سنين ما قدرت تكون بقي لهالصبي. انا خايف. هلا امير بلش يتعرف علي ويتعود علي. بذات الوقت فتح حياته هيدا الزلمه. خايف يتعود علي. ويصير يحبه أكتر مني. ما بعرف شو بعمل صبحي. ما بعرف.